كتجي هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه لعمال ومستخدمي حديقه ماجوريل بعد المحاولات العديده اللي خدناها، بحيث اننا عقدنا مجموعه اللقاءات سواء على مفتشيات الشغل او على مستوى باشويات اسيل، على اساس باش نشوفوا نديروا وضع لهذه المشاكل القائمه. وهذه المشاكل القائمه بدات مباشره بعد تاسيس المكتب النقابي، بحيث مباشره بعد ما تاسس النقابي تفاجئنا بالطرد ديال الكاتب العام ديال المكتب النقابي. ومن بعد مباشره هذه اللقاءات وحاولنا نتواصلوا مع هاد الناس باش نحلوا المشكل، ولكن الاداره دائما كانت متعنته. من بعد مباشره بعد الطرد ديال المكتب النقابي دخلنا في تواصل عبر مفتشيات الشغل على اساس باش نحلوا بعض المشاكل، ولكن تتفاجئوا من بعد على اساس انه الاداره دارت التمييز بين العمال، بحيث انها في واحد الفتره اللي هي عندها شيء اصلاح هنا داخل هذه المؤسسه ديال حديقه ماجوريل، بحيث انهم عطاو الكونجي لجميع الناس اللي في المكتب ديالنا المكتب النقابي. هذا من جهه. من جهه اخرى كان تمييز كذلك فيما يخص توزيع ديال بعض المهام، بحيث اننا شفنا مؤخرا واخر ما قامت به الاداره هو انها اعطت للمسؤولين ديالنا كلهم اللي في المكتب النقابي، بدلت لهم العمل ديالهم اللي كانوا تيقوموا به سنوات هذه، وبحيث انهم اعطاهم السيكوريتي، وهذا تنعتبره بانه تضييق على الحريات النقابيه. وحنا تنعتبروا هذه الوقفه الاحتجاجيه فهي فقط وقفه انذاريه، وتنطلبوا من السلطات وجميع الاجهزه باش تدخل لحل هذا المشكل. وشكرا. اليوم كننظموا هذه الوقفه الاحتجاجيه نتيجه لما آلت اليه يعني الوضعيه في المؤسسه ديال حديقه ماجوريل، بحكم اننا يعني حاولنا نتحاوروا مع المؤسسه وتوقف على يعني الملف المطلوب اللي كنا حطيناه، وعلى جميع يعني الامور اللي كتخص يعني الاجراء واللي كتضمن الحقوق ديالهم. لكن للاسف اننا تقابلنا يعني بواحد الرفض تام من طرف اداره المؤسسه، وانها غلقت كل ابواب الحوار فجاه يعني المكتب النقابي، واكثر من ذلك انها يعني بدات حاولت انها تفكك هذا المكتب ابتداء من يعني من الكاتب العام اللي تم الطرد ديالو بتهمه يعني بتلفيق تهمه يعني من الخيال ما كايناش. واضافه الى ذلك فانها قامت يعني بمجموعه من التعسفات ومن التنقيلات اللي كتستثني يعني كتستثني جميع الناس، كتستثني يعني الناس الاخرين، وكت يعني كتصب يعني ولا كتركز على اعضاء المكتب النقابي. ولذلك اننا حنا حاولنا يعني نديروا جميع وسائل الحوار، وحاولنا يعني بجميع يعني الوسائل سواء يعني مراسلات ولا عن طريق مفتشيات الشغل، ولكن للاسف يعني ما توصلنا حتى شي نتيجه. وهذا اللي يعني اضطرنا اننا ننظموا هذه الوقفه الاحتجاجيه باش اننا يعني نوصلوا الصوت ديالنا، ويعني ونعبروا على اننا يعني ما لقيناش حتى شي حل باش اننا نوصلوا للحقوق ديالنا ونوصلوا شي اتفاق نهائي مع الاداره.